بالنسبه للقرار قديش هو يعني انه مميز، هذا قرار مميز لانه بشاركين قالت عنه والله يا طبعا. هذا الاول شيء هو بدعم مشاركه النساء بصنع القرار، خصوصا في الوقت اللي احنا الوقت الحرج اليوم، اللي لما كانت مشاركه الاتحاد العام لما بفعاليه ما بت يعني النساء بتشتغل شغلها، اذا كانت هي بتشتغل بانتماء، هو بنشتغل مع النساء بجنب الجدار، بنشتغل مع النساء المهدومين بيوتهم سواء فاقدات سواء في لنا بعد جديد. يعني مثلا امتى صدر القرار؟ طيب لا معلش بس الفت عشان بعرف لمين بحكي، لانه لهلا كلنا مرينا، بس بدنا نقول امتى وعن مين صدر، وهل هذا مهم انه صدر عن هاي الجهه ولا مش مهم؟ عشان ميسر عطيان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وظيفيا ناشطة في قضايا الأسرة. أحكي إنه في موضوع قرار 1325، أول إشي وجهة نظري اللي أنا بطالب فيها إنه تنفيذ البرامج للقرار سواء الخاصة لدمجها لتصبح بشكل عام في من هم أصحاب القرار اللي بدي أنطلق لإلها زي ما تفضلت زميلتنا سمر اللي هو الأهم فلسطينيا، التركيز على الفين صدر القرار أمميا ودوليا، إلنا من ناضل عليه كمؤسسات نسوية ومجتمعات نسوية وجمعيات نسوية بكافة الموات، وحققنا إنجاز. أنا يعني نكون بأريحية أكثر في إنجاز عم يحقق في داخل الوطن، الوصول إلى المرأة المهمشة، من الوصول إلى المرأة المصادرة من منازلها، من الوصول إلى المرأة التي يعتبر قضايا جدا هامة وجعلوا فلسطينية نتوطن. وزارة المرأة واتحاد عام للمرأة نضالنا، يعني إحنا صح نحكي إنه القرار بشكل عام المرأة العاملة الجدار كل هاي عم نوصل انتهاكات ورصدها، لكن أول المطبات إنه عندنا الرصد هل أم لا؟ هون هذا التساؤل. هلا نضالنا صفى الدرجه الاولى ضد الاحتلال، اسمحي لي انه هل وصلنا احنا كنساء عاملين بقرار 1325 تشريعي مجلس تشريعي مغيب؟ يعني احنا في حاله صدام بجهتين، الصدام الاول بينتهك خصوصيه وبينتهك حقوق المراه، وراح ينتهك القرار. يعني حقيقه هو كله في صالح المرأة. القرار فيه عدة بنود مهمة جدا لو اشتغلنا عليها احنا كمؤسسات وكائتلاف مؤسسي. صحيح القرار بيحكي على توثيق الانتهاكات ضد المرأة وبيحكي ويؤمن بإنها المرأة، انه اشتغلنا كلها فقط على مسألة المشاركة وكأنه وجود المرأة. هاي الورشة هي بدعوة من الشبكة العربية الإقليمية للمرأة والسلام والأمن، بتنفذها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بنابلس. هي تيجي جزء من سلسلة ورش تم جزء منها تنفيذها بمحافظات أخرى بالذات بمحافظة أريحة، وسيتم تنفيذ أيضا ورشة مماثلة في منطقة الخليل، وسيتم تتويج هذه الورش بورشة مركزية في رام الله. الهدف من هذه الورشة هو نقاش مسودة الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325. الكل بيعرف أنه هذا قرار أممي اتخذ عام 2000 عن مجلس الأمن، وفي حالتنا الفلسطينية تم توطين هذا القرار ورؤيته بالخصوصية الفلسطينية، بتحلنا فرصة كبيرة كنساء فلسطينيات أنه نشتغل على قضايا انتهاكات الاحتلال، على المساءلة، على الحماية المتعلقة بقضايا النساء، عن دور أيضا هيئة الأمم المتحدة اللي أخذت هذا القرار في مساءلة إسرائيل فيما يتعلق بالجرائم اللي بتقوم فيها، وأيضا لأن هذا القرار يتعلق بزيادة دور النساء في ما قبل الصراع وأثناء الصراع وما بعد الصراع، وبالتالي أيضا شق من القرار يتعلق بدورنا على الصعيد الداخلي أيضا كنساء فلسطينيات. المطالبة من صانع القرار الفلسطيني بزيادة مشاركة النساء في القضايا المختلفة، جزء منها بالمصالحة، لجان المصالحة، جزء منها بالتفاوض في حال كان على أسس سياسية سليمة، أيضا بالقضايا المختلفة اللي بتتعلق بزيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، وأيضا دور السلطة ودور الحكومة في مسألة كتير مهمة اللي هي توفير الحماية للنساء من العنف الواقع عليهم نتيجة تأثيرات الاحتلال.